سر التعلق وعلاقة العشق بالجيتار اللي يمكن لو أول جيتار حصلت عليه في حياتك وإنت في عمر 12 سنة، ما سر تعلقك بالجيتار؟ الجيتار في حياتي كان واحدة من الصدف الجميلة. كان عمري يعني في البداية 12 سنة 13 سنة، يعني المهم بنت عمي كانت يعني تعزف بيانو واشترت جيتار، وكانت تتوقع يعني يكون عندها فد دور في هذا الموضوع، لأن هي في العزف بيانو ممتازة. مو بس هذا الموضوع، الجيتار كان يدور بالعوائل وفي في كل بغداد يعني، كان وكان من عازفين الأوائل في العراق، وجواد سليم الرسام المعروف طبعا، فهي كانت تتوقع من جواد سليم يعني يعطيها بعض الإرشادات، بعض الـ الـ الأمور اللي تتعلق بالتعلم الجيتار. و يوم جتني البيت شافتني وقالت لي سمعت انت ده تعزف العود، هذا مال والدك وما اعرف شنو. كان والدي كان عنده عود يعني حاطيه بالصندوق الى اخره، فسمعتني ده عزفت بيت الشلبيه على وتر واحد، اعطتني جيتار قالت لي جرب، فجربت نفس العمليه. قالت لي هذا الجيتار هدية مني لك، ومن ذاك اليوم إلى هاليوم الجيتار هذا هو صديقي ورفيقي. ومن هنا بدأت قصة العمر يعني العشق ورفيقك طبعا ورفيق دربك وفنك.